سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا يا رب. يا رب لأجل النبي والبيت وعماره تكرم ضيوف النبي وتراعي زواره وكل من قال أنا مشتاق لأنواره. يا رب لأجل الحبيب النبي والبيت وعماره تكرم ضيوف النبي وتراعي زواره وكل من قال أنا مشتاق لأنواره يسعد بمكة ومنى ويصلي بجواره ويعود لأهله بخير والنفس مسرورة بحجة مبرورة وتسهل له مشواره أنوار وزينة على المينا زف السفينة رايحة المدينة تودينا لديار نبينا نادى المنادي المجهادي والجو نادي عازم وناوي السنادي والبيت مرادي بعد اعتمادي على الهادي سايب بلادي وحملت زادي وزوادي لديار نبينا من جدة للحرم الغالي طالعين طوالي النور جلالي وبلالي في البيت وبالي بنلبي بالصوت العالي مولى الموالي ارتاح فؤادي ورقبالي في ديار نبينا بالكعبة طقنا وصلينا وهناك سعينا وعلى جبل عرفة جينا لله دعينا ورجمنا إبليس بإيدينا في ديار نبينا. الله نورنا طبعا المنشد الرائع عبد الرحمن بلالة، دايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر، واعتقد ان دي يعني احلى كل سنه وانتم طيبين واحلى صباح الخير. كل سنه وحضرتك تبقى صوت يا ربنا يوعد كل مشتاق يا رب يوعد كل مشتاق يا رب يا رب السنه الجايه تكون على عرفات كده باذن الله جمعا ان شاء الله. المنشد والفنان الرائع عبد الرحمن بلالة ضيفنا النهارده في صباح الخير يا مصر عشان ننشد ونغني ونسمع منك يعني احلى الابتهالات والانشادات. عاوز اعرف منك يا استاذ عبد الرحمن ايه اكتر يعني الأغاني أو الإنشاد اللي بتحب تسمعه في هذه الأيام؟ هو طبعا إحنا في حاجات كتير إذاعية بنسمعها على طول زي رحيل النبي الغالي مثلا أو إلى عرفات، حاجات كتير موجودة إذاعية. إنما اللي أنا قلتها ديت من شوية، أنا بالصدفة كنت بوصل والدتي رحمة الله عليكم المطار، فلقيت واحدة مثلا عندها فوق 80 سنة في لون في الصعيد بيقولوا عليه اللغة الكف، بيشتغلوا كده بالكف الصعيدي. فانا معايا الكاميرا كده وبداخل خدت، وبعدين كمان اللي كنت بقوله ده هم لازم حاجه اسمها تحنين عارف اللي هو الافكتات الايكو والديلي والريفيرب بايدهم بقى يا ربي لاجل النبي الجو ده، فقاعده كنت مسجل الحاجات دي. في بقى التيمات اللي هي مثلا ايه، كانت الحاجه وهي مسافره لازم طبعا الحاجات الاساسيه بقى راح فيني حاجه مشاء القطيفه يعني يعني من ضمن سمعناها امبارح انتشرت على السوشيال ميديا امبارح لفوج من الحجاج المصريين وهم في طريقهم لعرفات اول امبارح تحديدا، ويمكن كانت ترند يعني الناس كان كلها كانت قوي. وتم تداوله بسرعه. صحيح، واعتقد دي حاجات من التراث عندنا هو محتاجين، تعتبر في الكلور قديم قوي كانوا بيغنوها للحاج. ما احنا اول مره نسمعها يعني مش ناس كتير عارفاها للاسف. ده انا كمان في مسلسل من المسلسلات
كان الفنانة عبلة كامل سلسلة دم سلسلة دم وهي راح الحج. فأنا عندي أغاني الحجاج كتير قوي، يا ريت لا أنا عايزة التيمة دي بس. فكتب الكلام بنفس الموضوع يا جطر من جبل جاي ولا رايح لحج يا نصر نصر يذبحوا الذبايح، اتسجلت بال. لا احنا نسمع بقى احنا مش هنقعد نضيع وقت في الكلام، احنا نسمع. يا رايحين للنبي هنيالكم وعقبالي، من العام للعام بقول يا رب عقبالي، شغلت بالي يا نبي ورايح فين تعالالي، لو كان حدايا انا مات لانفق على النبي مالي، وبيع الروح والمال كرامة للجالي. رايحة فين يا حاجة يا أمشة اللطيفة؟ رايحة فين يا حاجة يا حاجة يا أمشة اللطيفة؟ رايحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة. رايحة فين يا حاجة يا أمشة السماوي؟ رايحة زور النبي محمد وارجع عالجناوي. رايحة فين يا حاجة يا أمشة السماوي؟ رايحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة. يا فاطمة يا فاطمة يا بنت نبينا، افتح لنا الباب يا فاطمة أبوك داعينا. يا بير زمزم سلبك سلاسل، المية منك منك تروي العليلي. رايحة فين يا حاجة يا أمشة اللطيفة؟ رايحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة. بص بقى يعني خلينا بقى نشوف من الست بقى المصرية الجميلة. شوف متفوق على ولا لا طبعا، بس يعني خلينا بقى نتابعه مع حضرتك ونرجع تاني. أجواء البهجة في الحج. أغاني التراث المصري العظيم. طيب في برضو أغنية حضرتك ذكرتها كانت يا رايحين للنبي الغالي، نسمعها؟ طب وإيه اللي قلت لك؟ حاجة جديدة برضو بالنسبة للمشاهدين بقى، اسمها الرحلة نفسها بقى. يلا بينا. برضو بالنسبة لهم بتعتبر حاجة كده. أنا مش عايزة أضيع وقت معاك الحقيقة في الكلام، يعني ما شاء الله. دي برضو ايه للحجاج بقى اللي هم قضوا بقى وبعدين منتظرينهم بقى، يعني العودة مكان موصلهم مستنينهم يعني. يا حج بيت الله يا فرحتك يا هناك، دي ملايكة الرحمن على الباب بتستنى. يا حج بيت الله يا فرحتك يا هناك، دي ملايكة الرحمن على الباب بتستناك، بالمغفرة تبشرك يا حج نلت مناك. سعيت وسعيك قبل من الذنب طهرناك، وعدتك يوم ولدتك أمك، جينا نستقبلك مكان ما ودعناك. الله 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 عالكعبة وبيت الله، الله 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 يا هنا الموعود يا هنا الله. الله والناس بتطوف حوالين الكعبة صفوف، الله والناس بتطوف حوالين الكعبة صفوف. لا
نازلين على المولى ضيوف، يا هنا الموعود يا هنا المسك على الأرواح بالحجر القاسى عالفاح، وأنا بست وقلبي ارتاح وصفحت يمين الله، الروح تسبح وتهيب في سعادة وخير ونعيم، الروح تسبح وتهيب في سعادة وخير ونعيم، في مقام إبراهيم جد ابن عبد الله، الله وانت في عرفات نزل عليك البركة، الله وانت في عرفات نزل عليك البركة، والناس حولك ألوفات بيقولوا لبيك الله الله، الله ساعة ما تزور أحمد في مدينة النور، الله ساعة ما تزور أحمد في مدينة النور، تختم حجك بسرور بالهادي رسول الله، يا هنه يا هنه يا هنه اللي زار النبي يا هنه. الله الله. استاذ عبد الرحمن، عاوز اعرف منك ليه الاغاني الخاصه بالحج تحديدا لسه لحد وقتنا ده عالقه في الاذهان، لسه بنتبسط وبنتسلطن كده لما نسمع انشاد ليه علاقه بآل البيت، ليه علاقه برسول الله عليه الصلاه والسلام، ليه علاقه بالحجاج والحجيج، شايف ده من وجهه نظرك ايه؟ وهل الفن الشعبي شايفه في خطر؟ يعني اعتقد مفيش حاجات من دي جديده، مفيش تجديد بيحصل فيها. هو بالنسبه للفن الشعبي ان مش في خطر، هو دلوقتي الفن الشعبي بقى فيه مشكله كبيره جدا، ان مفيش حد من الاجيال اللي طالعه يعرف اي حاجه خلقها ربنا عن الموال. صدقني عن لساني انا بقول لك الكلام ده، كل الشباب اللي طالعه بتغني كل الاسامي دي، الموال ده موضوع تاني خالص. يعني انا اتعلمت الموال ده من الائمه بتوع، لان انا كنت عازف كمان زمان في بدايه حياتي يعني. فاشتغلت مع يعني الله يرحمه شفيق جلال، الرئيس محمد ابو دريعه، الرئيس يوسف شتا، الرئيس محمد طه، الناس دي دول ملوك الموال. الموال ده ليه موضوع تاني عشان نتكلم عن الموال يعني بانجاز. الموال ده ليه اولا ارقام، يعني في موال اللي هو الخمسه ده على حسب الاعداد بتاع القافيات يعني، الموال الخمسه، الموال السبعه، الموال ال 13، الموال ال 16. اي موال هقوله لك سبعه هتلاقيه ليه قانون، ثلاث قافيات زي بعض والثلاث قافيات زي بعض، ولازم القافيه السبعه دي تقفل زي اللي فوق، قانون كده. غير بقى ان الموال بقى فيه موال اسمه موال ابيض وموال اخضر وموال احمر. طبعا الموال الابيض ده لو بيتكلم ايه؟ بتكلم عن وصف، بتكلم عن الحاجات الجميله، بتكلم عن مصر، بتكلم. الموال الاخضر ده اللي بتكلم فيه عن العلاقات الطيبه ما بين الناس، عن الجيره وكده يعني. الموال الاحمر طبعا انت عارف من لونه كده باين ان هو طبعا اللي هو فيه بقى الخيانه والخداع والغدر والصحاب والحاجات دي كده وبتاع. فما فيش حد النهارده في الفن الشعبي زي الانشاد الديني. لحد دلوقتي ما فيش اي نصوص شعريه بتتقال جديده، غير حتى كل الفرق اللي على مستوى الوطن العربي كله بيقولوا التوشيح بتاعنا، كل الحاجات دي بتاعتنا احنا. جل من انشاك ايها المختار ميلاد وطه، كل الحاجات اللي بتتقال كل ده المشايخ بتوعنا، الشيخ علي محمود والشيخ ابراهيم الفران، الشيخ طه الفاشني، الشيخ محمد عمران، الشيخ ممدوح عبد الجليل، كل مشايخنا كل ده ما فيش اي جديد. هم بيجوا يعملوا ممكن يطوروا شويه مزيكا كده، حاجات كده بتاع يعملوها على ارتام موسيقيه وكده، لكن هم ما فيش جديد. والاصعب الموال. الموال اصل الموال النهارده كمان الصوت ما كانش المطرب كمطرب بقى، مش منشد، مطرب محتاج مساحه عريضه. لو ما قالش موال يبقى مش مطرب. لذلك كل في مواويل منغمه يعني متنوته. هو زي مثلا اي غنوه لام كلثوم، اي غنوه هتلاقي مثلا في البدايه مثلا ايه، طول عمري بخاف من الحب وسيره الحب، ده حر بس ده اسمه متنوت. رجعوني عينيك الايام اللي راحوا، ده حر في الاول، بتقوله هو حر مش بريتم من غير ريتم، بس دي حاجات متنوته. في حاجات بقى موال بقى الشعبيه دي انت بترتجل فيها يعني. لو قلت موال مثلا دلوقتي، لو بعد دقيقتين ثلاثه صعب بكل المقاييس اقوله زي ما قلت، ممكن نفس المقام كل حاجه، حاجه ارتجال كده، بس انا برتجله على طول. نسمع موال لجمانه ارتجال. لجمانه
طب المره اللي فاتت غنيت لي انا يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا ليل صباح السرور والهنا صباح السرور والغنا على المشاهدين واللي موجودين هنا بحي حبيبي أحمد عبد الصمد وحي جمانة. لا لا هايل والله. هقول لك يعني ايه موال أبيض عن مصر وبعد كده موال أخضر اللي هو السبعة عن ال عن عن مثلا عن حاجة من حاجات زي ال 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 الجيرة مثلا الجيرة مثلا كم عن الجار والموال الأحمر ده هنتكلم فيه ده اخر حاجه كتبها لي الاستاذ امل الطاير ربنا يبارك فيه الاستاذ امل الطاير راجل من الشعراء اللي هم يعني ايه اسمه سوق البشر يعني هو عارف بص الحاجات اللي فيها تحس ان ايه الموضوع يعني ايه الكلام اللي فيه انت وانا بغني انت هتحس انه ايه الحاجات دي جوانا بس احنا حاجات مش واقعيه او بس واقعيه حقيقيه بس احنا مش راضيين عنها يعني فنبتدي الاول بالابيض بعد كده الاخضر بعد كده الاحمر احنا هناخد كل الالوان معاك النهارده الأولى والثانية والثالثة لأجل مصر الصعب كله يهون الأولى عاشق ترابك يا أجمل بلاد الكون والثانية عاشق سماك ونسمتك بجنون والثالثة عاشق حنان قلبك يا قلب حنون عاشق يا بلدي بحبك يا ام عود اخضر يا قلب طيب نسايم اطيب من العنبر يا نبع صافي يا شمسايا يا ضلايا يا ام الفنون والحضاره يا ساكنه جوايا وعشقك يا بلدي لو رسمتك يا حبيبتي أنا لو رسمتك يا حبيبتي حرسمك صحبة زهور حرسمك أهرام وسقية ونيل وخضرة ونور في نور أرسمك أجمل سفينة وأحلى مينا في البحور حرسمك يا غالية جنة أيوة جنة وأكون فخور وعشقك يا بلدي وإن قالوا لي وصف حبيبتك أوصف إزاي الحبيبة إن قالوا لي وصف حبيبتك أوصف إزاي الحبيبة تشبه الإحساس بفرحة تشبه الإحساس بطيبة أوصفك أول مقابلة بين حبايب بعد غيبة ما انت ست الحسن ما انت ست الحسن لا بدر البدور واحكي عنك يا حبيبتي وكن فخور وعشقك يا بلدي وإن قالوا لك اكتبها كلمة مصرية كاملة المعاني إن قالوا لك اكتبها كلمة مصرية كاملة المعاني حكتبك موال وغنوة أحلى من كل الأغاني حوصفك نبع العطور وارسمك لحظة عبور واكتبك يا مصري 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 أيوة أيوة مصري وأكون فخور الراجل الحر تتمنى تكله جار الراجل الحر تتمنى تكله جار يحميك من الشر له ظل كما الأشجار ويحط ايده في ايدك عالزمان لو جار العشرة هي كده العشرة جاية كده والجيرة ليها أصول الود بين الجيران لازم يكون موصول كلام قالوا لنا عليه كلام قالوا لنا عليه
عن دين وأهل أصول، سمعنا إن الرسول وصى لسابع جار. نزلت سوق البشر وسألت كل الناس، نزلت سوق البشر وسألت كل الناس، ما لقيش يا ناس عندكم حب ووفا وإخلاص، ادوني حبة حنان ولا جبرت خلاص. قالوا لي كان فيه وخلص ليه جاي متأخر، قالوا لي كان فيه وخلص ليه جاي متأخر، ده الحب ويا الزمن بيدوب ويتبخر. سألت أهل الحكم إيه رأيكم، قالوا الحب في الوقت ده، الحب في الوقت ده لو صح بيأخر. ومشيت في السوق وأنا قلبي حزين، بصيت في وشوش البني أدمين، شفت الأحزان وقابلت كمان ناس تايهة بتسأل ناس تايهين. ومشيت في السوق في وسط الزحمة قابلني صديق مهموم وحزين وفي دمعه غريق، قال لي انه زمان كان له صاحب غدار خوان ولا يتصاحب، سكنته في نن العين جوه بخلص له كان بيخون هو، ولا عنده شهمة ولا مروة ولا يعرف للصحوبية حقوق. ومشيت في السوق دخلت زقاق ضرب العشاء، قلت اسأل يمكن الاقي وفاء، دخلت زقاق ضرب العشاء قلت اسأل يمكن الاقي وفاء، وسألت اتنين كانوا حبايب فين الاقي الشوق، قالوا ده غايب، وسألت عن الإخلاص ضحكوا قالوا لي ده شيء عنه بيحكوا، قلت لهم الله يسامحكوا وسكت وقلت اخرج بهدوء. ومشيت في السوق دخلت بيت مليان سكان عايشين أغراب والاسم جراء، دخلت بيت مليان سكان عايشين أغراب والاسم جيران، الناس من بعض بيداروا والجار بقى خايف من جاره، ما بقاش في حب ولا مودة، كان عصر جميل ولا وعدة، الكل بيجري ورا المادة غيبوبة ومنها ازاي حنفوق. ومشيت في السوق قابلني الشيخ عبد الفتاح، طبطب على كتفي وقال لي ارتاح، قلت له جرى ايه في الدنيا دي، قال لي ما تزعلش ده شيء عادي، الحب اللي بتسأل عنه بقى موضة قديمة ما فيش منه، والكل بيشهد على انه بقى كارت قديم انما محروق. الله الله. نخرج لفاصل عشان يعني حضرتك ترتاح، نرجع نكمل مع حضراتكم على طول، استنوني. برحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ولسه مستمرين في فقرتنا الإنشادية واللي فيها نوع من أنواع الابتهالات والمواويل. ما أقول الريس ولا الأستاذ، بتحب يتقالك إيه؟ الريس عبد الرحمن؟ بس كفاية. أنا يعني دايما يعني بيهربوا من الحاجات دي، يقولوا عم عبد الرحمن. انت ايه الاحب ليك، ريس ولا عبد الرحمن ولا الاستاذ عبد الرحمن بلال؟ مغني ولا منشد ولا راوي ولا فنان؟ انت حيرتنا معاك على فكره، انت متعدد المواهب فحيرتنا معاك. طيب يعني الفنان الشعبي عبد الرحمن بلال، واحنا بنتكلم في الفاصل قلت له انت ام كلثوم بتمثل لك حاجه كبيره قوي وليها مكانه خاصه في قلبك. المدرسه. سمعنا ايه بقى؟ احنا عاوزين نربط أم كلثوم بموال، يعني برضو سلطنا كده بموال من المواويل، بس موال أبيض بقى. حاضر. بما أننا في العيد. الصبر من الدواء ولا الدواء منه؟
الصبر من الدواء ولا الدواء منه؟ الصبر أحسن دواء طول اللي انكوى منه. يا تاجر الصبر ما عندكش تبيع منه. بالغالي أنا هشتري واخد كتير منه. وصفولي عطار أروح له واشتري منه. أتاري كمان مبتلي زي وقلبه جريح من قبل ما أسأل سبق وسألنا عنه. يا رب كل من له حبيب، يا رب كل من له حبيب. ما تحرموش منه ولا تلوعوش يا زمن إلا نشبع منه. بعد ما عودت بعدك غصب عني غصب عني، بعد ما نسيت الأماني والتمني والتمني. كلمتي اتقالوا اتقالوا شالوا الصبر مني. كلمتي شالوا الصبر مني. صحوا بعنيا حنينهم لابتسامة، صحوا سمعي لود كلمة من كلامة، صحوا حتى الغيرة صحوا لي ظنوني، صحوا حتى الغيرة صحوا لي ظنوني. وابتدى قلبي يدوبني يدوبني بأهات وبأهات. وابتدى الليل 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 بأطول من ساعاته. وابتدى قلبي يدوبني يدوبني بأهاته بأهاته. وابتدى الليل الليل الليل. يا عاشق الفن قوم اسهر معانا الليل، واسمع منادي بصوت هادي يقول يا ليل يا عين يا ليل ليل يا عين يا ليل يا ليل. يا ساتر الناس وسرهم يا ليل، يا ما غنى ليك الناس من حبهم يا ليل. يا ابو الحيرة السجارة بيشتكوا للنجوم بالليل، يا ابو العباية السمرة متطرزة بالنجوم متزينة بالقمرة. يا ليل يا نص اليوم أمانة يا بدر لا توصي علينا الليل. ده احنا حيارة صغارة وسطرتنا سواد الليل. بيجي اللي غريب الوطن بيجي اللي غريب الوطن والغربة ذل وويل. وبيجي اللي هم الزمان دق العليج الشيل في اخر النجار. يجي المسا ونتلم نتسلم الهم ونغني يا عيني يا يا ليل. يا ليلة ما جاني الغالي ودق علي الباب، اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. اتاري حبيبي بيقول يا حبيبي يا مطفي لاجيبي افتح دوبني الغياب.
دوبني الغياب ويعوض الله يعوض الله يعوض الله الدنيا لسه بخيرها والله يعوض الله ويعوض الله يعوض الله يعوض الله الدنيا لسه بخيرها والله يعوض الله الدنيا لسه بخيرها والمواويل لسه بخيرها. ايه القدرة العظيمة على المزج والدمج ما بين يعني الأغاني المختلفة والمواويل المختلفة دي؟ الله ينور عليك حبيبي، ربنا يخليك أستاذ أحمد، كل سنة طيب وأنت طيب. سعادة جدا بوجودك النهاردة، بس بما إن يعني بما إن بقى بترتجل ومواويل، فإحنا أنت اللي هتختم بقى، هتختم أنت اللي هتختم لنا الحلقة. إحنا بنشكر طبعا الفنان الشعبي الكبير عبد الرحمن بلالة، كان منورنا النهاردة في صباح الخير يا مصر. كنا معاكم أنا جمانة ماهر وأحمد عبد الصمد وكمان زميلتنا لميا حمدين، لكن هنسيب حضراتكم مع الفنان الشعبي عبد الرحمن بلالة، هو اللي هيختم النهارده. صباح الخير يا مصر بقى. في دي اهم حاجه، لا في دي نختم خلاص في دي يعني خلاص هننزل التتر عليه خلاص. فقير وقاصد كريم عشم يا رب كبير، فقير وقاصد كريم عشم يا رب كبير. العبد في التفكير، العبد في التفكير والرب في التدبير، باللحظة والتانية بيبدل عسير بيسير. بحي كل المشاهدين وأحمد وجمانة وكل برنامج صباح الخير. يا ليلة العيد أنستينا، يا ليلة العيد أنستينا، وجددت الأمل يا أحلى ليلة في ليلة العيد.